السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيك الليمون بطريقة سهلة وبسيطة، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله ونشوف هنجهزه مع بعض ازاي. في البداية هنحتاج لكوب من السكر، كوب من الزيت، تقدروا تستبدلوه بنص كوب من الزبدة على نص كوب من الزيت، نص كوب من عصير الليمون، 4 بيضات، بشر الليمون، بناخد الطبقة الصفراء مش الطبقة البيضة عشان ما يمررش مننا، فانيليا، معلقة صغيرة من الخل، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح، 2.5 كوب من الدقيق. في الخلاط هنزل ب4 بيضات، كوب من السكر، فانيليا، على كل بيضة باكت من الفانيليا، معلقة صغيرة من الخل بنزل بيها على السكر والبيض وبضربهم كويس لحد ما السكر يدوب، بعد ما ضربت البيض كويس بالشكل ده بنزل عليه بكوب الزيت وبرجع اضربه تاني ودلوقتي في طبق او بولة بنخل الدقيق كويس وبضيف عليه البيكنج باودر معلقة كبيرة ورشة من الملح وبنخل المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده. اهم حاجة من نجاح الكيك اننا نضرب البيض كويس. دلوقتي هنزل بنص كوب عصير الليمون وارجع اضربهم تاني بعد ما ضربت الخليط وبقى بالشكل ده ونخلت الدقيق. دلوقتي بنزل بالمكونات السايلة على الدقيق وبضيف بشر الليمون وابدأ اخلط المكونات كلها مع بعضها من تحت لفوق بالشكل ده. دلوقتي بضيف 1/4 كوب من اللبن وبقلب المكونات كلها مع بعض بالشكل ده، وده بيكون شكله وقوام الخليط، بيكون بالشكل ده، ما بيكونش خفيف قوي ولا تقيل قوي، بيكون السمك بتاعه متوسط. وبكون مجهزة قالب الكيك ومبطناه بزبدة ودقيق او صينية حسب المتوفر عندكم. ابدأ انزل بخليط الكيك في القالب بالشكل ده، ودلوقتي بستكس وابدأ اعمل الكيك بالشكل ده. ملحوظة، تقدروا ان انتوا تستبدلوا 1/4 كوب اللبن ب1/4 كوب من المية، طبعا بنعمل بالستكس عشان نخرج اي هواء من الكيك. ودلوقتي بدخل الكيك فرن ساخن مسبك درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، الفرن شغال من تحت فقط لمدة 35 دقيقة ل40 دقيقة ونطلعه. دلوقتي هجهز صوص الليمون للكيك. البداية هنزل بسكر بودرة، كوب من السكر البودرة، وعصير الليمون، وأقلب المكونات كلها في البداية مع بعض بالشكل ده لحد ما السكر يدوب ويختفي تماما. دلوقتي انزل بالزبدة، زبدة سايحة، وأقلب المكونات كلها بالشكل ده لحد ما الزبدة تختفي تماما. دلوقتي أبدأ أضيف اللون الأصفر للصوص الليمون، طبعا ده اختياري للي حابب بالشكل ده، وده بيكون شكله وقوام صوص الليمون بعد ما ضفت له اللون الاصفر وبيكون بالشكل ده. ده شكل الكيك اول ما طلع من الفرن، بنسيبه لحد ما يبرد تماما. ده شكل الكيك بعد ما برد. دلوقتي ابدأ انزل عليه بالصوص اللي عملناه مع بعض بالشكل ده.
وده شكل كيك الليمون اللي عملناه مع بعض. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.